بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب الخير، أحباب صفحة بشرة أم الأيتام لمرضى السرطان، راح ندير لكم لا فيديو هذه باش نعرض لكم سوبرات اللي رانا نتعاملوا معاه دائما. يعني راح ان شاء الله نوجدوا قوفه في رمضان باش نعرض لكم سوبرات. اللي يحب يساهم يجي لهنا للسوبرات ويمد واش كتب رب العالمين للقفف اليتامى ومرضى السرطان. هذه تحت خلاص كاينه سوبيغات ميسا، ونولي وطالعين هذا المسجد، باب تاع المسجد نولي وطالعين هنا وين رانا طالعين، نولي وندورو هكذا. منا كاين المسجد تاع الميل 14 او فاس لي كاينه مخبزه، نولي وندورو هكذا. كي نولي وندورو هكذا كاين هذا اللي يبيع الميعن، اون فاس ليه كاين هذا يبيع القش، اون فاس ليه كاين واحد يبيع صبابط، وهذا اللي يبيع قش تاع نسا. هذه هي السوبرات، هذه سوبرات سوق الفلاح. ها هي سوق الفلاح بن عيسى، قرانا في سوق الفلاح باش نعت لكم. يعني هكذا اللي يحب يجي بلا ما يعيط لي بلا ما يسقسي، كاين كلش كيخش هنايا للسوبرات. هاي السوبرات هذه عندنا وقت وحنايا نخدموا معاهم. معذرة بر، كاينين الناس باش ما نصوروهمش. هذه هي لا سوبيريت اللي رانا نقضيو عندها. كيخشوا لهنا للسوبيريت توليو دومونديو أسامة، توليو دومونديو أسامة ولا نبيل والله عادل. هذو في ثلاثة، عادل ولا نبيل ولا أسامة. هذا هو الريجستر اللي خليتو عندهم. كل واحد يكتب قداش مك، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه سوبيرات، سوبيرات بن عيسى. نشكركم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نورمالمون دوك راكم عرفتوا السوبيرات وين، مي 14 ماهيش ميكا. راني فهمتكم مليح. كبير بارك الله فيكم.